احنا نبدي ويا الاي سي جي الاول، ونريد واحد من الجماعه يشاركون ويانا، حتى يا ريت من جماعه السادس او الرابع يشاركنا. بما ان نبدي متطوع، لو انا اختار اكون متطوع. منو من صف سادس موجود؟ وسام عليل. نعم وسام دكتور. وياي، افتح اي المايك دكتور. مالتك، خلي نتابع الاي سي جي الاول حتى نشوف شنو اللي موجود به. السؤال يقول 75 years old woman with a background of stage 3 chronic kidney disease. Chronic kidney disease, type 2 diabetes and hypertension, present to emergency department with a 12-hour history of diarrhea and vomiting. She, يعني أول ما وصلت لي الطوارئ صار عندها cardiac arrest and received 2 minutes of cardiopulmonary resuscitation. This ECG after stabilization, يعني after ما خلصوا ال سي بي ار للبيشنت، شو تشوف بيه وسام؟ شو تشوف بهذا الاي سي جي؟ دكتور يعني نبدا اول مره على نشوف ال راحتك. اول شيء فكر بيه على راحتك. هو نبدا دكتور مال ذن النيم وهاي يعني الستاندرايزيشن ونتاكد من الرايت والريزم نحسبهم نشوف نشوف الريزم نفس الريزم اي اسيت يعني كيف تقولين على الريت لونها الريت ريجولار دكتور لا الريت يعني تكي كارديا برادي كارديا نورمال لا برادي كارديا دكتور برادي كارديا واضح انه برادي كارديا لان اذا نريد نجي نحسب من كل مربع كبير 300 150 100 72 60 50 42 تقريبا 30 ريت مو تقريبا 30 اذا هو برادي كارديا بعد شنو الشيء اللافت اللي تشوفه نشوف الاكسس نورمال اكسس دكتور الاكسس از نورمال لا يعني شوية رايح للرايت تقريبا مو يعني هنا يعني اكو اس اكو اي بس يعني نقول عليه انفيريور على الحافة مو أي. على الحافة انفيريور اكس مو تمام اوكي الكيو ار اس تشوفها لو فولتج يعني لو فولتج وبعد أي. شويه برودنينج بيها مو؟ اي شويه اكو برودنينج مو تمام؟ اي و بعد بي ار انتربل ال اي انت عندك هذا برولونج كيو ار برولونج بي ار انتربل برولونج كيوتي فيري جود هاي ملاحظه جدا مهمه انه اكو برولونجيشن اوف ذا كيوتي انتربل and the prolongation of the PR interval. للأسف ما عندنا فتس تريب حتى نشوف شلون وضع ال P wave ممكن انه اكو اي بي ديسوشيشن او لا بس احنا ما ادري جاي اشوف اكو P waves يعني قاعد تجي بوحدها كأنه عندنا يعني اي بي ديسوشيشن اذا الملاحظات اللي شافها وسام اللي شافها هي bradycardia and there is a prolongation of the PR interval, QT interval and broadening of the QRS complex. مو تمام؟ اي دكتور بعد شوف ال PR interval قلنا دكتور هاي مال first degree لو third degree؟ دكتور شكلها مال first degree بس هاي مال first degree بس لو عندنا strip يعني اعتقد يطلع عندنا يجوز حتى third degree AV dissociation
يعني هنا انا قاعد اشوف يعني فد بي ويز لوحدها جايه، بس يعني ما نقدر نقسم عليها. اوكي بعد الاس تي سيجمنت هنا جاي تشوف هالاس تي سيجمنت. اي دكتور خالد كوبنج اكو يعني صايره مثل الموستر شيب مو؟ اي دكتور شايف الشوارب مال الكاكائيه؟ شلون مال المصريين القدامى هذا مال قبل الاتراك موستر شيب يسموها اللي هي وين نشوفها؟ مال ديجيتال توكسيسيتي مرات نشوفها بالديجوكسين توكسيسيتي اند اند بعد وين تشوفها؟ هايبوكاليميا دكتور. يس الكترولايت ديستربنس بصوره عامه الكترولايت ديستربنس مو بس بالهايبوكاليميا. زين هسه جمع لنا الفايندنج مالتك وسام والهيستوري مال المريضه اذكرك به هي ستيج 3 كرونيك كيدني ديزيز دايابيتس هايبرتنشن. اوكي صاير عندها الدياريا اند فوميتنج يعني هايبوكاليميا دكتور يعني الكترولايت لا تطي يعني حتى تتجنب انت ايش ما ادريك بالهايبوكاليميا لا سويت له زين بالهايبوكاليميا شو يصير عندنا؟ ما يصير عندنا يعني بلاتيننج بالتي ويف يجوز هايبركاليميا لان هي كرونيك كيدني ديزيز مو صحيح لو لا؟ لازم ندز سيرة مال الكترولايت دكتور نتاكد بس هو يعني بصوره عامه انت حتى تخلص من الشغله تقول الكترولايت ديستربنس صاير عندها الكترولايت ديستربنس وممكن يعني كلش وارد الكترولايت ديستربنس لانه هي كرونيك كيدني ديزيز ودياريا اند فوميتنج كلها تسوي مو؟ أيه. بس بالكرونيك كيدني ديزيز شو يصير عندنا؟ يصير عندنا هايبركاليميا بينما عندك دياريا اند فوميتنج تؤدي الى هايبوكاليميا هايبوماجنيسيميا هايبوكالسيميا تمام او مو تمام؟ لذلك ممكن انه يعني التيبيكال فيتشر اللي نشوفها مثلا بالهايبركاليميا اللي هي تينتد تي ويف ما تطلع بسبب الالكترولايت ديستربنس اللي صارت وصار عندنا هايبوماجنيسيميا وهايبوكالسيميا اند هايبوكاليميا مو تمام؟ زين شنو السبب المريضه صار عندها كارديك اريست؟ دكتور ممكن يعني اذا مال هايبر كاريميا يعني بوتاسيوم كل شيء اذا نفس الـ 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 السبب الالكترولايت ان تؤدينا الى اني تايب اوف اريثميا صح لو غلط كلامي؟ اي دكتور ممكن تؤدي الى اي يعني شكل من اشكال الاريثميا اند كاردياك ستاند ستيل فعشت ايدك هسه نجي على الجواب مالتنا ونشوف اكو في 1 دكتور اكو رايت عند البرانش ال يعني اكو ليد 1 بيسلرد اس موجود بس ار اس ار باتن ما طالع لنا بالليد 1 ما طالع لنا ار اس ار باتن طالع يعني اس 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 نسميه هذا اس اس باتن فهمت علي؟ ما يعني هذا اكو ديلي اكو انترفنتريكولار سبتال ديلي بس ما اقدر لا اذبح على الليفت بندل ولا اقدر اذبح على الرايت بندل تمام؟ تمام نجي على الجواب This patient was suffering from Brash syndrome Brash syndrome احفظوه هذا النوع يعني synonym of this condition is called Brash سندروم شو تشوف بالبراش سندروم براديكارديا هاي بالاي سي جي رينال فيلير بالهيستوري اي بي ديسوسيشن او اي بي نودل بلوك اني تايب اوف ذا بلوك من فيرست ديجري الى ثيرد ديجري اي بي بلوك اوكي هذا بالاي سي جي شوك ستيت طبعا المريضه صار عندها شوك لانه سوى لها ريستيشن اند هايبركاليميا patients with براش سندروم may not exhibit the typical ECG finding of hyperkalemia. شنو السبب؟ ليش؟ بسبب الـ profound bradycardia. سبب الـ bradycardia الشديدة اللي تصير عند المريض with Brash syndrome ما تطلع عندنا tinted T-wave of hyperkalemia بصورة
واضحه لانه صار يعني بالاضافه الى الاذر الكترولايت ديستربنس البراديكارديا اسوشيتد وذ برولونجيشن اوف ذا كيو تي انترفال والبرولونجيشن اوف ذا كيو تي انترفال شو تسوي للتي ويف يعني كانه تمطها كانه تسحبها فتقلل الاتيتيود مالتها الالتيتيود مالتها الارتفاع مالتها راح يقل بسبب هاي الحاله واضح الموضوع؟ واضح دكتور شكرا وسام هسه ننتقل الى احد الابطال الاخرين السلام عليكم ها السلام عليكم هلا هلا دكتور بس هاي المحاضره خاصه بالمرحله الثانيه موضوع الشوك والرابعه والسادسه لا 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 يعني الثانيه والرابعه والسادسه نعم هذا الموضوع الشوك بعدنا الشوك بعدنا ما متفقين عليه يعني صف ثاني بعدنا مو اليوم مو اليوم مو اليوم مو اليوم مو اليوم شكرا منو من صف سادس بعد موجود زهراء جواد تي من بيافط زهراء جواد كاظم شنيح بيافط تي زهراء فتح المايك مالتش السلام عليكم دكتور هلا ويا صفتي انا ثاني مرحله ثانيه لا لا خلينا نشوف غير 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 احد علي فوزي وين موجود علي فوزي علي فوزي موجود علي فوزي لو لا دكتور موجود ما موجود ليش ما موجود علي فوزي طارق يلا ضياء 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 مهدي نعم دكتور خلينا نشوف ال اي سي جي الثاني هذا الاي سي جي عينك وياي ضياء نشوف الهيستوري 34 year old male present to your emergency department with palpitation his vital signs checked at triage اكو قبل الطوارئ في the station يمر بها المريض يسموه ال يعني شو نسميه التقسيم الطبي او التصنيف الطبي اللي هي بالانجليزي triage يعني هذا المريض يصنفوه قبل لا يدخلوه للطوارئ هل هو حاله خطره جدا هل هو حاله خطره مو جدا يعني خطره بس مثلا حاله متوسطه لو حاله بارده يخلون من بحيث من يدخل على الاسر اكو سرير مخلين عليه ليبل احمر معناه هذا سوبر امرجنسي اكو برتقالي امرجنسي بس شويه اقل اكو اخضر اللي هو يعني نقول عليه ميديوم ستيت اند لا اللي هو الكولد كيس والاصفر اللي هو الميديوم فالبولس مالته كان اكثر من 170 بيت بير مينيت البلد بريشر 12 over 76 millimeter mercury SpO2 98% without oxygen Glasgow coma scale 15 الجلاسكو كوما سكيل هو neurological scale used to assess the conscious level of the patient خصوصا يستعملوه جماعة النيورو and النيورو مديسين والنيورو اناتومي بالجماعة المتعرضين مثلا الهيد تروما او مثلا يعني بس هو يستعمل بصورة عامة بكل المديسن يعني سكيل سكورات تجمعهم وتشوف المريض هل هو فولي كونشس او نوت طبعا دي حتى بروجنوستيك ديجري ود يو جيف ادينوسين تو ذيس بيشنت هذا الاي سي جي مالت المريض ضياء السؤال موجه لك هل هذا المريض هذا نقدر نعطي ادينوسين او لا قبل ما تجاوب الجواب تسوي لنا انتربريتيشن فور ذا اي سي جي نعم دكتور دكتور اول شيء نتاكد ان هذا الاي سي جي حقيقي يعني بالمستشفى نتاكد من اسم المريض وتاريخ الدخول الاشهر هندني اوكي لا يعني خلينا ناخذ الفايندينج نبدا بالامبليتيود مالته مربعين عند النكوار لان جود امبليتيود البي ويف طبعا ماكو بي ويف ما جاي تبين مختفي بسبب التكيكارديا هاي السريعه الكيو ار اس وايدنج الكيو ار اس يس
الرايت يعني تكيكارديا. الدكتور يعني وايد كيو ار اس تكيكارديا، نواجه وايد كيو ار اس تكيكارديا. اذا احتمالاتنا راح تكون يا اما في تي او اس في تي وذ بلوك، او يعني اما ان يكون اي برود كومبلكس تكيكارديا، اي برود كيو ار اس تكيكارديا، راح نصنف ببالنا نقول هذا الـ OVT ventricular tachycardia أو supraventricular tachycardia with aberration. Aberration نقصد بها أما أن يكون associated with right bundle branch block و left branch block. زين أي وبعدين بس أو ممكن يعني إذا الريجولار ممكن هذا أي في يعني أي إف يعني atrial fibrillation with Parkinson. نجي النقطة الثانية اللي ندورها أنه هل هو regular or irregular. If it is regular it is VT or SVT with aberration. If it is irregular فمعناها هو atrial fibrillation with the block. مو atrial fibrillation with branch block. زين شو regular لو irregular؟ دكتور يعني أجزاء فاقد فيها regularity. ها؟ أجزاء بها فاقد regularity بس تترب جوا. لا يعني الجوا تترب باوع عليزين. هو تترب يعني regular. لا regular. ماكو هسا مربع كامل صفة مربع ونص يعني. مو هي يعني لأنه الورقة صغيرة يجوز صعب تحديدها، بس هو it's regular يعني حتى لا تعوف الستربط على فوق يعني على البي 2 مثلا روح أو على البي 1 هذول أسهل تشوف بيهم الريجولارتي أو لا، راح تشوف regular. زين دكتور هذا إذا احنا مواجهة regular broad complex tachycardia شنو اذا regular broad complex tachycardia تقدر تعطيها ادينوسين لو لا؟ دكتور ما يفيدنا الادينوسين لان هي الاريتميا صايره من الفنتركل، الادينوسين يشتغل على اي فينوتيب. احنا من نوصل هيك مرحله خلينا نتسلسل بيها. احنا قلنا النقطه الاولى من يواجهنا broad complex tachycardia نقول اما انه هو VT او SVT with block، هاي وحده. النقطة اللي نشوفها is it regular or irregular. زين إذا irregular فمعناها هو AF، إذا regular يبقى diagnosis أما SVT with block أو VT، وأكو criteria تميزنا. أهم من الكرايتيريا وأسهل اللي نقدر نميز بها هي الـ AV dissociation. نشوف P waves قاعد تجي يعني الـ T من التابع الـ T، مو كل الـ T التي ويف متشابهه، معناها اكو بي ويف قاعد تصير امدد يعني تدفن بداخل التي ويف. تشوف الكيو ار اس، مو كل الكيو ار اس تتشابه بالشكل تماما، معناها البي ويف قاعد تجي على الكيو ار اس قاعد تجي على التي ويف بصوره ريجولار، معناها هذا شنو موجود اي بي ديسوسيشن. اسهل نقطه تفرق لك انه هذا بي تي او اس بي تي وذ بلوك هو الـ AV dissociation. يعني باوع التعسف رب الجو راح تشوف الـ T wave، اكو T wave بيه ركزة طالعة مرة باللم من الصاعد ومرة باللم من النازل، ومرات تشوف الـ QRS صايرة بيه ركز، هذا معناها هاي P wave، معناها P wave معناها هذا VT is due to AV dissociation. زين من نوصل لهيك مرحلة نجي نطرح على مود المانجمنت، نطرح السؤال الآتي: Is the patient stable or not؟ يعني hemodynamically stable or not؟ ايش نقصد بالhemodynamically stable؟ خلي يسمعونك صف ثاني، هذا الـ ECG مطلوب صف ثاني، هذا الـ ECG مطلوب. دكتور شنو يعني hemodynamically stable or not؟ يعني اذا كان انستيبل يعني اول شيء البلد بريشر هو البلد بريشر باوع على البلد بريشر، اذا البلد بريشر السيستول اقل من 90 this patient is unstable مو؟ واذا السيستول 90 فوق معناها هذا المريض شنو؟ هذا يعني ستيبل. شنو اذا حددت هذا ستيبل اور نوت؟ رجاءً بس ضيع المايك مالك.
رجاء عن الأخوة الباقين سدوا المايكات. سدوا المايكات عيني أغاتي، خلونا بس ضياء فاتح المايك. غفران ويقين، غفران ويقين سدوا مايكاتكم، غفران ويقين سدوا المايكات مالتكم. ضياء ارجع لي. نعم دكتور ضياء. اي 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 ضياء، بس هذا يعني ستيبل طبعا. هلا انا اذا نشوفه ستيبل. اذا ليش يعني احنا نشوفه ستيبل؟ لو انا ستيبل راح يغير بالمانجمنت. اي دكتور، اذا كان انا ستيبل هذا ديك. نعم. شوك يعني. اي مريض اني ارثمية، اني ارثمية with hemodynamically unstable patient the treatment is DC shock or DC cardioversion. عدا هذا المريض يعني التريتمنت مالته از ميديكال. الدي سي شوك نستعملها لما يكون المريض hemodynamically unstable. ماشي؟ زين. اذا هسه هذا المريض ما يحتاج لدي سي. ليش؟ لانه البلد بريشر مالته 112/76 معناه هو هيمودايناميكلي ستيبل. تقدر تعطي ادينوسين لو لا؟ دكتور هو الاس في تي يعني البيس مانجمنت ولا ادينوسين؟ هسه هذا اس في تي لو بي تي. دكتور ما احنا قلنا على هاي الركزه يعني الموجوده، اذا هذا اس في تي والبلوك. لا ليش؟ ليش؟ ليش هذا 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 في تي؟ يعني اكو اي في ديسوشيشن باو على السترب بالجوة، ماكو تي الباع التيات مثلا باع هاي التي. شوف هاي التي هاي اكو ركزه هنا، تشوف هاي الركزه هنا هاي مال تي. يعني دكتور اذا موجوده الركزه نقول عليها في تي. انت شفت شفت هاي الركزه؟ هاي بي ويف. هاي هاي بي ويف. هاي التي تشبه هاي التي؟ هاي جاية هنا بي ويف. هاي بس طلعت هاي بي ويف. زين بي ويف، بي ويف قاعد تجي ب يعني مناطق مختلفة، معناها شنو هذا؟ معناها اي في ديسوشيشن. مو تمام؟ من موجود اي في ديسوشيشن هذا قبل دايركت فورورد تقول عليه شنو؟ في تي. في تي في تي تقدر تعطي ادينوسين ولا لا؟ دكتور ما يفيدنا الادينوسين يعني هاي الحالة. يعني الارثمية منشأها هي من الفنتركل مال في تي. فالافضل الافضل هو مثلا الامايدرون اللي هو الانتي اريثميك دراج. اها زين، اذا هذا مو في تي المريض، انا اقول مو في تي رغم انه هسه احنا شفنا التي ويف ما متشابهه وكذا، بس هذا المريض يعني مو في تي. ممكن انا هسه متحير هل هو اس في تي لو في تي، اقدر اعطي ادينوسين؟ يعني بال يعني اقصد 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 اسمعني خل اسوي لك سؤال بطريقه يعني حتى نمشي عليها كقاعده. يواجهنا اي سي جي وايد كومبلكس تاكيكارديا، وايد كومبلكس تاكيكارديا اند ريجولار، امطي ادينوسين او لا؟ دكتور احنا يعني عندنا قاعده تقال لنا عليها اني بيشنت وايد كيو ار اس شكيت اس في تي اور في تي عالجه كفي تي وقطع الشك باليقين امشي ويا في تي. اي بس السؤال هسه كالتالي، مريض وايد كومبلكس تاكيكارديا وريجولر امطي ادينوسين؟ اقدر امطي ادينوسين له بغض النظر يفيده لو ما يفيده؟ اقدر امطي بغض النظر يفيده لو ما يفيده؟ اقدر امطي يعني انا متاكد من التشخيص يعني لو هيك يعني شلون نقول عميان؟ لا لا انا هسه متحير بعدني ما ادري، جوز ما يطلع فيتي، جوز انا يعني مشتبه صراحه ما اعرف، بس انا يعني افضل الجانب يعني هسه انا وياك بالانعاش وتعاندنا على هذا الاي سي جي، هل هو فيتي لو اس فيتي وذ ابريشن؟ زين شو نسوي من مانوفر على مود نقطع العناد اللي صار بيناتنا؟ نطي ادينوسين. ليش؟
اذا استجاب له معناها هذا SVC with aberration with block ماشي. البرود كومبلكس تاكيكارديا الريجولار قلنا اما SVC with block او VT مو تمام ولا من انطيل الديس من انطيل ادينوسين اذا كان VT ما راح يتجيب بس ما يضره. وين كونتراندكيتد انطيل ادينوسين اذا كان الريجولار معناها شنو اتريال فيبريليشن لانه الاتريال فيبريليشن اذا اعطيت الادينوسين او يعني وايد كومبلكس تاكيكارديا الريجولار وانطيته ادينوسين او اي في بلوكر مثلا ديجوكسين مثلا فيرابامين من انطي اي في بلوكر the patients may convert from atrial fibrillation to ventricular fibrillation ماشي يعني معناها ما يجوز انطي. اذا بالوايد كومبلكس تاكيكارديا اللي يمنعني من اعطاء الاي في بلوكر واللي من عندهم وشيخهم وكبيرهم هو الادينوسين هو الريجولاريتي مال اتريال فيبريليشن لانه ممكن احوله الى شنو الى في اف. فالادينوسين بالبرود كومبلكس تاكيكارديا الريجولار ممكن يفيدني دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك لانه اذا كان اس في تي او في تي راح يفرق لنا اياه. اكو سبب ثالث للوايد كومبلكس تاكيكارديا وريجولار غير الفي تي والاس في تي شنو هو ضياء؟ دكتور الرايت بانتل برانش بلوك او الباندل برانش بلوك بصوره عامه. لا 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 هذا قلناه اس في تي والبلوك اس في تي والبلوك او يعني اما في تي او اس في تي والبلوك. السبب الاخر هو الدبليو في دبليو الوولف باركنسون وايت سيندروم او اني بري اكسايتيشن خصوصا ال دبليو بي دبليو ماشي وياي. نعم راح يؤدينا ايضا الى شنو برود كومبلكس تاكيكارديا ويكون ريجولار ماشي. هذا هم انا راح يعطينا دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك بنفيت فروم ادينوسين. ف يعني هوايه من تقول له انا عندي في تي اقدر اعطي ستيبل هيمودايناميك ستيبل اقدر اعطي ادينوسين لو لا. انت تقدر تحط الادينوسين مو كتريتمنت بس هنا للتفريق يعني هل هو في تي لو اس في تي وذ بلوك تمام او مو تمام. تمام يعني ما في خطوره انه يحول لك اياه الى في اف مثل ما من الطيب الاي اف. واضحه لو مو واضحه؟ واضحه دكتور بس اقصد يعني نطبق نقدر نطبقها عمليه هاي؟ اي ليش ما نطبقها عمليا؟ خلي واحد يعترض عليك وصيح لي اوش؟ ان شاء الله. ايه نشوف الجواب سويه. اي سي جي فيتشر ابرايت فينتركولار outflow tract VT right ventricular outflow tract ventricular tachycardia. طبعا هذا يعني تصير اغلب الاحيان بالناس اللي عندهم hereditary right ventricular dysplasia. شنو الفيتشر مال اي سي جي شفنا left bundle branch block morphology inferior axis مو قلت لك inferior axis RS complex in V1 and RS complex يعني الR كبيرة in V6 precordial transition usually more than V3 يعني هسه هاي التفاصيل ما أريدها من عندكم. أريد تعرفون أنه هذا كان VT زين وممكن أعطي أني أدينوسين حتى أشوف شنو اللي يصير. هذا الـ ECG مالته after the ادينوسين. دكتور نقدر نسوي فالفالفا مانوفا في البداية هاي كاروتيد مانوفا. يس يس يو كان يو كان بس احنا قلنا اكو شغلة انه الفي يعني البرود كومبلكس تاكيكارديا
نتعامل وياك انت حكيتها وهي مضبوطه، نتعامل وياك بيتي يعني كبيتي، نتعامل وياك بيتي هيمودايناميكلي ان ستيبل ام طي دي سي، هيمودايناميكلي ستيبل اتصرف ويا ميديكال تريتمنت. بس يعني شنو هنا انا ما قلت لك شنو التريتمنت الصحيح اللي تمشي به، قلت لك نقدر نعطي ادينوسين لو ما نقدر، بس هذا السؤال صحيح. اقدر انطي لو ما اقدر. انا اللي جذبني ام ال اس بي تي نقطه ثانيه اللي هو عمر المريض، يعني شاب ونورمال هارت شويه البي تي يعني مو إيه. تستبعد انه تكون اقل يعني. لا مو عندك انت بالشباب تصير الرايت فينتريكولر اوت فلو تراكت في تي من الامور اللي تؤدي الى سدن ديث بالشباب ديو تو رايت فينتريكولر ديسبليزيا. اكو انتيتي كونجينيتال بروبلم اللي هي رايت فينتريكولر ديسبليزيا وتؤدينا الى ديث وديث سريع ماشي. بس اريد ضياء او وسام واحد من عندكم ينبهني من الصير بالاربع الى عشرة حتى ننهي المحاضرة ونسواعد على موعد جديد ماشي ان شاء الله. تمام دكتور. انت بيش الساعة صارت؟ سبع 43. ما ضل شيء وايد جاي نلغي. يلا بس هي بيها فائدة. differential other ECG المضى وrelatively broad but immediate life threatening would be acute myocardial infarction hyperkalemia. يعني من اجيب لك هذا الـ ECG واقول لك اعطيني شنو differential diagnosis جاي شوف يعني hyper repolarized T wave اما ان تكون early myocardial infarction او تكون hyperkalemia زين او تكون drug toxicity والأذر كودز مثل مايوكاردايتس هايبوثيرميا والكارديو مايوباتي. هذا الاي سي جي اريد احد من الشباب يتطرق لنا عليه. منو من الشباب يتطرق لنا دكتور؟ هذا احكي شنو انت منو؟ ضياء؟ وسام. وسام يلا وسام سولف. يعني هي دكتور هذا short VR interval slurred S wave. Very good. Very good. يعني Wolff Parkinson. Yes, this case is هذا من يجيك تكيكارديا ومختفية ال 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 P wave. شو يعطيك وسام؟ شلون دكتور؟ من يجيك تكيكارديا وماكو P wave. شلون يعطيك شكله؟ شكل مالت التكيكارديا؟ صير وايد كيو ار اس مو تمام؟ ايه. هذا الاي سي جي هو ووف باركنسون وايت سندروم. زين تقدر تعرف لي هذا تايب اي لو تايب بي؟ شوف البي ار هاي البي ويف لزق جايه ويا الكيو ار اس، البي ويف جايه لزق ويا شورت بي ار انترفال فيري شورت. جاي تشوفون الار ويف هاي مال الليد 1 شلون صاير بيها ركزه، هاي يسموها الدلتا ويف. الدلتا ويف شنو السبب مالتها؟ يصير نتيجة للديلي اللي يصير بالبولاريزيشن اوف ذا اذر سايد، لانه اجى عن طريق اكسسوري باث واي. الووف باركنسون وايت سندروم بها ممكن ان يكون عدة باث وايات، يعني ممكن ان يكون ليفت يعني اتريو فينتريكولار من الليفت سايد، ممكن ان يكون جاي من الرايت سايد، ممكن ان يكون ريتروسبتال، عده انواع من طالبين بالانواع مالتها. بس كل واحد كل باث واي كل اكسسوري باث واي يربط الاتريا بالفينتريكولار. احنا المفروض الاتريا بالفينتريكولار مرتبطه بس عن طريق الاي في نود، المفروض ماكو اي كوندكتيف تشو يربط بين المفروض هاي فايبرس تشو. المنطقه الوحيده اللي تربط الاتريا بالفينتريكل هي الاي في نود. من يصير عندنا ابريشن او اكسسوري باث واي زين عابر من الاتريا الى الفينتريكل راح نسميه هذا اكسسوري باث واي، يؤدينا الى بري اكسايتيشن واللي هو نوع من انواع الووف باركنسون وايت سندروم. وهذول هم ثلاث علماء يعني اكتشفوا السندروم. ممكن ان يكون الباث واي من جهات جاي مختلفه،
كل جهه يجي من عندها الباثوي يعطينا شكل من اشكال الاي سي جي. بس احنا يعني اكثر اثنين تجينا بالروف باركنسون وايت سيندروم التايب اي والتايب بي، وهي تعتمد على وجود الار ويف وين بالفي 1 والفي 2 بي 3 لو بالفي 4 بي 5 بي 6 الشكل مالتها. فيا وسام سؤالي قلت لك من يصير تاكيكارديا وتختفي البي ويف راح يعطينا برود كومبلكس تاكيكارديا برود كومبلكس. فاذا كان ريجولار هذا ووف باركنسون وايت سيندروم، اذا كان ريجولار تقدر تعطي ادينوسين، بس اذا كان ريجولار اي اف ممكن يجي الووف باركنسون وايت سيندروم. يجي اي اف لو ما يجي اي اف اي جي وي اي اف اي في بلوك أي ممكن يجي اي اف بهيك حاله يو شود يعني الى ما لا نهايه افويد ذا اي في بلوكر انكلودينج ادينوسين فيراباميل جوكسين، لانه راح كونفيرت ذا كونديشن فروم اتريال فيبريليشن تو شنو الى فينتريكولار فيبريليشن. اذا the condition is Wolf Parkinson White syndrome. شو تسوي لهذا المريض؟ نحوله الى electrocardiac electrophysiologic study حتى التريتمنت الحقيقيه للمريض with pre excitation او Wolf Parkinson White syndrome هي electrocautery، يعني كوي نسوي للمنطقه اللي اول شيء نسوي mapping بالقسطره، يسوي له mapping يشوفون الخارطة مالت الاكسسوري باث واي منين جاي، حددوا المكان يروحون عليه ببروب بي راديو فريكوينت كرنت، تسوي كوي للمنطقة وتسوي لها اسكار وتنهي. بس ساعة صارت مهدي يعني بعد 6 دقائق الا 10 نشوف هذا تايب اي اي لو بي دكتور. وين كان الار ويف؟ بالليد دومينانت. احنا مقولنا دكتور على الفي 1 وليد 2 وليد 3 اي وين كان دومينانت؟ ليد 2 وليد 3 والفيات البيات تتباوع على البيات. ايش عليك بال اذا كان ماخذ يعني رايت مندل برانش بلوك مورفولوجي او ليفت مندل برانش بلوك مورفولوجي، زين سوولنا اياها واجب هاي حتى تدوروها زين. الواجب شلون تفرق بين التايب اي والتايب بي ووف باركنسون وايت سيندروم. اوكي اريد يعني ان اكو طريقتين للتفريق، الطريقه اللي قال عليها وسام عن طريق الليمليد وطريقه عن طريق التشيست ليد، فاريد الطريقتين تحضرونها وتنزلوها بالتليجرام جروب. نرجع على هذا الاي سي جي، ارجع ويا يا ضياء. ديز اي سي جي في اثنين اي سي جيات راح اعرض لك. مريض عمره 40 سنه presented with 60 minute history of central ischemic chest pain. On arrival to emergency department the pain راح ماشي راح الالم. سووا له الاي سي جي هذا. ورا نص ساعه رجع الالم للمريض. سووا له الاي سي جي طلع هذا. دكتور هاي هذا الاي سي جي الاول بي ديب تي انفيرشن ان ذا تشيست ليد مو نعم. والمريض ما عنده الم. اجى المريض ورا شويه صار عنده الم، سوينا له الاي سي جي طلع عنده اس تي اليفيشن ان ذا تشيست ليد نفسها اللي كانت بيها ديب تي انفيرشن. انتبهوا زين يا شباب، هذا اخر اي سي جي حتى ننقطع ونكمل ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله. نحدد انه موعد بالاتفاق ويا الاخ وسام. هذا الكيس الاول الاي سي جي الاول يعني الكي واي صاير بيها انفيرشن وتقريبا سيمتريكال، فدول يعني مو كلش معرضين مال نانستيمي معناه نستيمي طبعا وتحول الى ستيمي بالوراقه او سب اندوكارديال انفاكشن. صار عند الالم، خل اوسع لك الكيس، صار عند الالم صار اس تي اليفيشن بنفس الليد
ورا شويه راح الالم، راح الالم، رجعت سويت له اي سي جي طلع هذا. شنو هذا السوينجينج؟ شنو هاي شيء يسمونه؟ رجع هذا صار عنده الم. يعني انت طالما هو يمك في الطوارئ يصير عنده الم تصير هيك الاي سي جي، يروح من الالم صار هيك الاي سي جي. شو تسوي؟ شو تسوي اول اجراء؟ شو تسوي لهذا المريض حتى تنقذ حياته؟ دكتور هسه هذا هاي مال اس سي اليفيشن، هاي مبين. جاوبني، جاوبني هذا السؤال. هذا على حافه الموت، هذا المريض ترى هذا المريض على حافه الموت، شنو الاجراء السريع اللي تتخذه حتى تنقذ حياته؟ دكتور قبل هذا نبدا ويا الاسبرين والبلافكس، وبعد الاجراء الحقيقي الفعلي الجولد ستايل الجولدن يعني روح هذا البي سي اي هو الجولدن طبعا. بي سي اي قبل تخابر المن يعني المركز القصدي للانترفينشنال كارديولوجيست، خابر انترفينشنال كارديولوجيست. ليش؟ ليش دكتور هذا يعني تقريبا ليش هذا الاصل؟ هذا ما هو قبل هذا يعني نسبتهم كلش عاليه يتحولون الى استيمي. هذا يسموه ولن سيندروم، هاي الحاله يسموها ولن، يسموها ولن سيندروم. الولن سيندروم انتم تتذكرون الال اي دي، انا اليوم عندي مشكله بالباوربوينت ما يرسم، بس تخيل وياي الال اي دي، الال اي دي البروكسيمال بارت اوف ذا ال اي دي، يعني اهميته وخطورته وطريقة التعامل مالته لازم حالة حالة الليفت مين تتم تعامله. ماشي؟ الـ LID هذا الـ Widow Maker يعني صانع الأرامل هالقد ما مشاكله كبيرة، لأنه 90% of the left ventricle is supplied by the LID. الـ LID يسموه Widow Maker، يمرمل النسوان. ليش؟ لأنه الضربة مالته شتالة، ما يطول هذا المريض. فالبروكسيمال بارت مات تدري هذا طالع منه دايجونالز، الابكس واصل للابكس، طالع منه تبتال برانشز. من ينظر بالبروكسيمال بارت لا تبتام لا فري وول لا لاترال وول لا ابكس تضل عندك، يعني انت وربك يا موسى. الريسك مالت المالجنانت اريثميا از فيري هاي. هذا اكو بالولن سيندروم اكو كريتيكال ليجن، كريتيكال ليجن بالبروكسيمال بارت مالت الال اي دي، وجاي يصير وياها اما ترمبس قاعد تلعب شد ال شو اسمه المجرى سوت لك استيريفيشن وتشيست بين، رجعت اللي ورا راح تشيست بين سوت تي انفيرشن وايد سبريد تي انفيرشن، او ممكن يكون سبازم فوق الكريتيكال ليجن صاير سبازم. هذا السبازم صار سبازم سد المجرى صارت ستي اليفيشن وتشيست بين، راح السبازم انفتح المجرى صارت تي انفيرشن وصار فري اوف تشيست بين. تشوفوا شلون الوضع؟ فهذا الليجن از فولنربل، فولنربل فور توتال اوكلوجن. ساعه اللي يصير توتال اوكلوجن انكتل المريض، فانت تكون تلحق عليك ولا يصير توتال اوكلوجن. نسمي هاي الحاله وولن سيندروم، اريد تحفظوها وولن سيندروم. مريض عنده تشيست بين تسوي له الاي سي جي ستي اليفيشن، راح تشيست بين طلعت تي انفيرشن، السبب بروكسيمال ال اي دي كريتيكال ليجن. زين، وشكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة أخرى، نحدد الموعد مالك إن شاء الله على ويا الأخ وسام، وشكرا جزيلا للحضور وللمشاركين طبعا.